عليكم طلابنا الأعزاء في المحاضرة الخامسة من المقرر الدراسي بعنوان السلوك الإجرامي في ضوء التقنيات الحديثة بمرحلة الماجستير بكلية الحقوق والقانون جامعة زيتونة الدولية. إن شاء الله النهاردة المحاضرة بعنوان التحريض الإلكتروني أو سايبر انسايتمنت. طبعا في المحاضرة السابقة تكلمنا على أول صورة من صور السلوك الإجرامي الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وكانت بعنوان الاحتيال الإلكتروني. في نهاية المحاضرة السابقة تم تكليف الطلاب بتكليف عملي. طبعا زي ما هو كان معروض في المحاضرة السابقة، إن شاء الله مطلوب منهم التكليف العملي ده يتم تجهيزه في ضوء ما هو مكتوب، ويتم إرساله لي على الواتساب الخاص بي حتى يتم ثابت كل طالب على التكليف العملي إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التحريض الإلكتروني أو سايبر انسايتمنت. طبعا محتويات المحاضرة النهاردة هنتعرف على ماهية التحريض في ضوء نصوص القانون، كمان نتعرف على التحريض كأحد صور الاشتراك في الجريمة، نتعرف على أشكال التحريض. طبعا التحريض بياخد الشكل التحريض الفردي أو التحريض العلني، كمان نتعرف على تعريفات الفقه للتحريض على الجريمة والوصول إلى التعريف الراجح من وجهة الفقهاء الجنائيين للتحريض على الجريمة، ثم نتحدث عن دور الوسائل الإلكترونية في التحريض على الجريمة، ومنها نتعرف على ماهية التحريض الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وما هي صور التحريض الذي يرتكب عبر هذه الوسائل. وتتمثل هذه الصور في 3 صور: أولا التحريض على القتل وإشاعة الفوضى العامة وممارسة أعمال العنف، ثانيا التحريض على العنصرية وكراهية الأجانب، ثالثا نشر الشائعات بهدف التأثير وزعزعة استقرار العديد من الدول. كمان هنتعرف على أخيرا على المصلحة المحمية جنائيا من تجريم التحريض الإلكتروني، وما هي المصلحة التي ارتعاها المشرع الجنائي من وراء تجريم التحريض الإلكتروني، انتهاء بإن شاء الله التكليف العملي للطلاب. طبعا إن شاء الله نتكلم عن التحريض الإلكتروني. يعتبر طبعا التحريض على الجريمة، طبعا نتكلم في البداية عن التحريض في الصورة صورته العامة أو صورته التقليدية وفق قانون العقوبات أو القانون الجزائي أو القانون الجنائي. طبعا بيعتبر التحريض على الجريمة صورة من صور الاشتراك في هذه الجريمة، طبعا كما نص طبعا العديد من المشرعين الجنائيين في العديد من الدول العربية. طبعا هنا بنذكر على سبيل المثال المشرع المصري، اعتبر التحريض صورة من صور الاشتراك في الجريمة بالإضافة إلى صورتي الاتفاق والمساعدة، وده طبعا جه في نص المادة رقم 40 من قانون العقوبات المصري، حيث يعتبر التحريض والمساعدة والاتفاق صور من صور الاشتراك في هذه الجريمة. طبعا والأصل في القواعد العامة على أن التحريض على الجريمة لابد أن يكون طبعا سابقا على ارتكاب الجريمة أو معاصر لارتكاب الجريمة، ولكن هنا لا يعتد بالتحريض اللاحق على ارتكاب الجريمة في حالة إذا ما اكتملت أركان الجريمة واكتملت صورتها بشكل نهائي. طبعا التحريض طبعا ليه أشكال مختلفة ومتعددة. طبعا قد يأخذ التحريض على الجريمة شكل التحريض الفردي، وهنا يوجه هذا التحريض إلى فرد معين أو مجموعة أفراد معينين قد يعرفهم المحرض
ويقنعهم بتنفيذ الجريمة. هذا ما يتعلق بالتحريض الفردي. هنا قد يوجه إلى فرد معين بالذات أو مجموعة أفراد معينين بالذات، يكون المحرض على علاقة أو اتصال بهم لإقناعهم بارتكاب الجريمة. طبعا الشكل الثاني من أشكال التحريض قد يأتي في صورة التحريض العلني، وهنا يمكن أن يطلق على هذا التحريض أو هذا الشكل من أشكال التحريض هو التحريض العام، الذي يوجه إلى مجموعة أشخاص أو يعتبر موجه للجمهور بشكل عام. طبعا الجمهور بشكل عام لما يجي يتكلم عن التحريض العلني هو يوجه إلى أشخاص غير معينين أو غير معروفين وغير معلومين بالنسبة للقائم بالتحريض، لدفعهم على ارتكاب أفعال غير مشروعة. طبعا لما نيجي نتكلم عن التحريض الجماعي، يعمل اثر التحريض الجماعي في حاله اذا ما كان للمحرض تاثير فعال على المحرضين، وقد ياخذ التحريض صوره الخداع او الوعد باستعمال النفوذ او اساءه استعمال السلطه او التهديد بها بصرف النفوذ على المحرض او بتقديم هديه له. طبعا لما نيجي نتكلم عن تعريف القانون للتحريض، طبعا لم يتطرق قانون العقوبات او القوانين الجزائيه لوضع تعريف محدد وواضح للتحريض على الجريمه، وانما اكتفت العديد من القوانين باظهار صور التحريض على الجريمه. فقد ياتي في صوره التحريض على الجريمه صوره الاشتراك، قد تأتي فيه صورة التحريض على الجريمة أو المساعدة في ارتكاب الجريمة أو الاتفاق على ارتكاب الجريمة. وهنا لم يتطرق القانون إلى وضع نص واضح وصريح للتحريض على ارتكاب الجريمة، وألقى هذه المهمة على عاتق الفقه والقضاء للقيام بوضع تعريفات معينة أو تعريفات متعددة ومختلفة اختلف فيما بينهم الفقهاء الجنائيين حاول وضع تعريف واضح ومحدد للتحريض على ارتكاب الجريمة. طبعا البعض من الفقه الجنائي قام بوضع تعريف للتحريض على الجريمة، والبعض عرفها بأنها خلق فكرة الجريمة وخلق التصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت. طبعا التعريف الراجح في الفقه هنا لتعريف التحريض على الجريمة قام بتعريف التحريض على الجريمة بأنها خلق فكرة الجريمة في نفس الفاعل وتدعيمها له لديه حتى ينعقد التصميم على ارتكابه لديها. وده طبعا يعتبر التعريف الراجح في الفقه الجنائي، خلق فكرة الجريمة في نفس الفاعل وتدعيمها لديه حتى ينعقد التصميم على ارتكابه لديه. طبعا هنا لما نيجي نتكلم عن اركان جريمه التحريض، هنا في طبعا ركنين، الركن المادي والركن المعنوي. طبعا يتمثل العنصر المادي او الركن المادي في التحريض على قيام شخص ما بخلق فكره الجريمه لدى فرد او مجموعه افراد، بينما يتمثل الركن المعنوي في عقد العزم أو النية على لدى المحرضين على ارتكاب الجريمة بشكل نهائي. وعند التطرق إلى التحريض الذي يرتكب أو كل ما تم تناوله من كل ما تم تناوله منذ دقائق، هنا نتكلم عن ارتكاب التحريض في صورته العادية. لكن إذا ما تعلق الأمر بارتكاب التحريض الإلكتروني أو التحريض عبر الوسائل الإلكترونية، هنا يختلف الأمر كثيرا. فالتحريض الذي يرتكب عبر وسائل الإلكترونية تتعدد صوره وأشكاله وفقا لاختلاف الإيديولوجيات أو العقيدة الفكرية التي تسيطر على القائم أو القائمين على التحريض عبر هذه
الوسائل. وعلى سبيل المثال قد تكون هذه العقيدة تتعلق بالنواحي السياسية أو النواحي الدينية أو النواحي العرقية، هذا بالإضافة إلى ما يفرزه الواقع العملي من تشابكات مختلفة. طبعا على سبيل المثال ما يتعلق بالناحية السياسية، قد يكون هناك التحريض على إشاعة الفوضى أو القتل وتخريب الممتلكات العامة للدولة وممارسة أعمال العنف. أما فيما يتعلق بالتحريض من الناحية الدينية، قد يكون هناك التحريض على الطائفية ومحاولة إيقاع فتنة طائفية بين طائفتين على سبيل المثال الأقباط والمسلمين. أما فيما يتعلق بالتحريض من الناحية العرقية، قد يتمثل في ممارسة التحريض الإلكتروني على التمييز العنصري والتفرقة بين طوائف الشعب بسبب العديد من بسبب اللون أو الجنس أو الأصل، وإحداث حالة من عدم الاستقرار والثبات داخل المجتمعات المستهدفة. طبعا لعبت طبعا وسائل الاتصال الحديثة أو وسائل الإلكترونية دور كبير جدا في إبراز التحريض الإلكتروني، وظهرت العديد والعديد من الجرائم أو المواقع التي أو المواقع والمنتديات الإلكترونية التي تحض على التحريض وارتكاب التحريض الإلكتروني سواء ضد الأفراد أو المؤسسات. ومن جماع ما تقدم ذكره يمكن وضع تعريف شخصي للتحريض الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية. وهنا يمكن تعريف التحريض الإلكتروني أو التحريض الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية بأنه بث الأفكار الإجرامية من قبل عدد من المتطرفين فكريا عبر الموارد والوسائل الإلكترونية، سواء قصدوا من ذلك إحداث أزمات زي ما قلنا قد تتعلق بالنواحي السياسية أو النواحي الاقتصادية أو النواحي الاجتماعية أو النواحي الدينية، كل ده بقصد الوصول إلى تحقيق أهدافهم ومآربهم الإجرامية. تاني نقطة نتكلم فيها عن كده توصلنا إلى وضع تعريف أو وضع ماهية التحريض الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية أو وضع تعريف للتحريض الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية. نتطرق إلى نقطة أخرى وهي صور التحريض الإلكتروني. طبعا تتعدد وتختلف صور التحريض الإلكتروني أو الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية، منها ما يتعلق بالنواحي السياسية التي قد توجه إلى السلطة العامة، أو قد توجه أو قد تتعلق بالنواحي الدينية، أو قد تتعلق بالنواحي المجتمعية والنواحي العرقية. وأول صورة من صور التحريض الإلكتروني التي انتشرت وشاعت بشكل كبير جدا في الفترات السابقة، وهي التحريض على القتل وإشاعة الفوضى العامة وممارسة أعمال العنف. طبعا زي ما احنا عارفين كانت لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الإلكترونية كفيسبوك وتويتر وغيره من المواقع والمنصات الإلكترونية دور كبير جدا في زيادة الحراك السياسي خلال الخمس أو 7 سنوات السابقة، وخاصة في العديد من الدول العربية منذ عام 2011 وهما عرف بثورات الربيع العربي. وساهمت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في خلق حالة حراك سياسي داخل المجتمعات العربية وبين أوساط الشباب وأفراد المجتمعات العربية.
وساهمت هذه الوسائل الاجتماعية أو وسائل التواصل الاجتماعي في إزاحة أنظمة سياسية جسمت على صدور شعبها لسنوات كبيرة جدا. طبعا بنذكر منها على سبيل المثال ثورة 2011 في جمهورية مصر العربية، وثورة ياسمين في تونس، وتبعها العديد من الثورات في ليبيا واليمن. وطبعا بالنسبة لمصر كمان في عام 2013 تحديدا. من هنا استغلت بعد إزاحة نظام الإخوان المسلمين على سبيل المثال في جمهورية مصر العربية، تبنت الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين أفكار تطرفية وأفكار تحريضية، واستغلت مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية والصفحات الإلكترونية التي تنتمي إليها بالتحريض على إشاعة الفوضى العامة بالبلاد وممارسة أعمال العنف ضد أفراد المجتمع وضد المؤسسات العامة وضد والخاصة. وكذلك التحريض على إشاعة التحريض على القتل، وخاصة ما يتعلق برجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية. طبعا وكان نتيجة هذه التحريضات أو نتيجة هذا التحريض العلني الذي يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المنتديات الإلكترونية، راح ضحية العديد من الأفراد من أفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة نتيجة الأعمال التحريضية التي تقوم بها عناصر جماعات الإخوان المسلمين في مصر. طبعا وكان هناك قضية شهيرة جدا، وهي استهداف الإرهابيين للشهيد النقيب محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، ده الشاهد على قضية الهروب الكبير المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية السابق وأعوانه من جماعات الإخوان المسلمين. كمان من صور التحريض على التحريض الذي ارتكب عبر الوسائل الإلكترونية هو التحريض على العنصرية وكراهية الأجانب أو ما يطلق عليه سايبر راسيزم باللغة الإنجليزية. طبعا ترتكز العنصرية أو التحريض على العنصرية الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية على أسس عرقية دينية أو على الهوية الوطنية، كما يمكن أن ترتكز في الغالب على العداء والحقد من قدر مجموعات معينة من خلال الهوية العرقية أو الخصائص الثقافية. وقد تتخذ العنصرية التي ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية أشكال عديدة ومختلفة، كالنكات أو التعليقات التي تسبب جريمة أو أذى، أو التنابز بالألقاب والإساءة اللفظية أو المضايقة أو التخويف أو التعليق العام. كما يمكن أن تشتمل العنصرية السيبرانية أو التحريض على العنصرية عبر الوسائل الإلكترونية تشمل الكلمات والصور، وقد يمكن تبليغها عبر المواقع والمدونات الإلكترونية ومواقع الشبكات الاجتماعية وأشرطة الفيديو أو البريد الإلكتروني. طبعا في بحث حديث تظهر الأبحاث الحديثة أن ما يقرب من 35% من مستخدمي الإنترنت على سبيل المثال المستخدمي الإنترنت في أستراليا أنهم شهدوا وجود عنصرية يتم ممارستها عبر الوسائل الإلكترونية. وطبعا هذه العنصرية قد تؤثر على احترام الذات وتنتج مشاعر غضب وإحباط ويأس لبعض الأشخاص. كمان ظهرت في فترة معينة أو في الفترة الأخيرة
موجات تحريضية على التمييز العنصري من طائفة من الأحزاب السياسية وبعض الجماعات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت. كمان الحركات والجماعات المتطرفة تستخدم شبكة الإنترنت ليس كقناة تستغلها في التحريض ونشر خطابات الكراهية والتحريض على كراهية الأجانب، وإنما توسع هذه الشبكات توسع هذه الحركات شبكات أفرادها وحركاتها وجماعاتها على الصعيد العالمي. ففي الآونة الأخيرة هناك زيادة في عدد مواقع الويب التي تحتوي أو ذات المحتوى العنصري وخطابات الكراهية. طبعا في دراسة تم إجراؤه في عام 2005 إن هناك زيادة 25% في عدد الصفحات التي تعزز العنصرية والكراهية وكراهية الأجانب. طبعا خطاب الكراهية الذي يعصف أو الذي يتواجد عبر شبكة الإنترنت أو عبر الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كثيفة ومتعددة. وطبعا هذا الخطاب الذي يظهر عبر العالم الافتراضي يتحول إلى جرائم كراهية وعنف حقيقية. يمكن أن يطلق على هذه الظاهرة ما يعرف بالحرائق الرقمية. طبعا ذكر تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد الدولي في عام 2013 يقصد بالحريق الرقمي في هذا السياق أي شائعة أو معلومة خاطئة أو رسالة كراهية تنتشر بسرعة كبيرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. قد يمكن أن يكون لها تأثير مدمر قبل تصحيحها أو احتوائها. طبعا كمان التقرير وضع ضمن هذه القائمة أن هذه المخاطر سيواجهها العالم في السنوات العشر القادمة. طبعا على سبيل المثال في عام 2012 قام أحد الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بنشر فيديو لفيلم بعنوان براءة المسلمين على موقع يوتيوب، وهذا الفيلم كان يحمل إساءة بالغة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا الفيديو في أعمال عنف معادية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من دولة عربية وإسلامية. طبعا راح ضحية هذه الأعمال حوالي 50 قتيل، كان طبعا من بينهم السفير الأمريكي في دولة ليبيا هو كريستوفر ستيفنينز. وطبعا من أكثر الأمثلة على هذه الظاهرة العربية وهي ظاهرة التحريض والعنصرية خطاب الكراهية بين السنة والشيعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا مصطلح التحريض السيبيري أو التحريض على العنصرية قد يشتمل على العديد من السلوكيات من خلال استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لغرض الاعتداء على سبيل المثال على طفل أو استغلاله جنسيا أو إقناع قاصر أو استهواءه وإغراءه وتحريضه واستدراجه بالكلمات أو الأفعال من خلال الاتصال عبر شبكة الإنترنت. كمان ممكن أن تتحقق العنصرية السيبرانية من خلال الدخول إلى المواقع المعادية التي يتم إنشاؤها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أغراض معينة، من على سبيل المثال الإساءة إلى دين معين. طبعا يقوم على إنشاء هذه المواقع العديد من المتشددين دينيا والذين لا يؤمنون بفكرة التسامح والتعايش الديني، وقد يكون الغرض منها الآخر هو الإساءة إلى بلد معين أو إلى موقف سياسي معين، ويحاولوا طبعا من خلال نشر الأخبار الفاسدة التي تؤدي إلى الفتنة والفرقة بين أفراد الشعب الواحد.
طبعا في الفترة الأخيرة اتهمت العديد من شركات تكنولوجيا الاتصال والتكنولوجيا المعلومات بالسماح بنشر أخبار زائفة وإيواء العديد من المتعصبين وراء تحقيق سعي منهم وراء تحقيق ربح. طبعا من أمثلة ذلك طبعا اتهام شركات التكنولوجيا بتمكين بعض الأشخاص من التهرب من على سبيل المثال من حقوق النشر واستضافة المواد الإباحية التي تنطوي على الإساءة للأطفال. طبعا وكان طبعا هناك مطلب عالمي لهذه الشركات بأن تقوم وتعمل مسؤولياتها وأن تحجب هذه الأخبار أو تحجب مثل هذه العنصرية التي تتواجد عبر مواقعها. طبعا على سبيل المثال قامت شركات جوجل وفيسبوك ببذل المزيد من الجهد بإبعاد مواقع الأخبار الزائفة عن شبكاتها الإعلانية وبناء أدوات جديدة طبعا تميز يمكن من خلالها تمييز الأخبار المنشورة والمشكوك في صحتها وتحديد رواد هذه الشركات من تمييزها والتثبت أو التثبت من حقيقتها والحرص كل الحرص على إيصال الأخبار الصادقة والصحيحة لرواد هذه الشبكات. طبعا لما نيجي نبص على الأرقام في إحصائية كانت عام 2017، من خلال هذه الإحصائية في سبتمبر 2017 أن موقع فيسبوك استعرض في غضون يوم واحد حوالي 58% من المنشورات التي تم تمييزها وتحض على الكراهية والعنصرية أو كراهية الأجانب. فيما يخص تويتر كان هذا الرقم حوالي 39%، أما يوتيوب قد تراجع من 61% إلى 43%. ثالثا لما نيجي نتكلم على الصورة الثالثة من صور التحريض الإلكتروني، نتكلم هنا على نشر الشائعات بهدف التأثير وزعزعة استقرار الدول. طبعا عانت الكثير والكثير من دول العالم من انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الشائعات التي تنتشر ضد السلطات العامة في الدولة تتعلق بالنواحي السياسية أو تتعلق بالنواحي الاجتماعية أو تتعلق بالنواحي الدينية، كمان ممكن كمان تتعلق بأهل الفن والغناء. وطبعا يوميا تنتشر العديد والعديد من الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكل ده يهدف مروجي هذه الشائعات منها إلى زعزعة استقرار الدول وخلق حالة من الفوضى وتجدير السلم العام داخل الدولة أو داخل مجموعة من الدول. طبعا بسبب أهداف كثيرة ومتعددة قد تتعلق بمواقف سياسية معادية أو مواقف دينية معادية. أخيرا بنيجي نتكلم على المصلحة المحمية جنائيا من وراء تجريم التحريض الإلكتروني. طبعا زي ما احنا قلنا لما يجي المشرع يسن تشريع جنائي ما يكونش منه المقصود فقط هو وضع عقوبة جنائية على مخالفة أحكام هذا التشريع الموضوع من المشرع الجنائي، ولكن هناك هدف آخر وأعمق من وراء وضع هذا التشريع، وهو أن المشرع الجنائي يرى أن هناك مصلحة لابد أن تنبسط إليها حماية أو تنبسط إليها يد المشرع الجنائي بالحماية، وهي وجود مصلحة محمية جنائيا تتطلب تدخل المشرع وبسط سيادته وبسط إرادته لحماية هذه المصلحة. طبعا لما نيجي نتكلم هنا على المصلحة المحمية جنائيا التي ابتغاها المشرع من تجريم التحريض الإلكتروني والذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية أو عبر الفضاء الإلكتروني،
تتمثل في بس على سبيل المثال، أو أولا في الحفاظ على التضامن المجتمعي من بين أفراد المجتمع الواحد، والتضامن بين أفراد المجتمع مع السلطات العامة في الدولة ضد الموجات التحريضية التي تتبناها بعض الجماعات الإرهابية وتهدف من ورائها إلى زعزعة استقرار الدول وتقليل ثقة المواطنين في قرارات السلطات العامة في الدولة. كمان من ضمن المصلحة المحمية جنائيا هي حماية الأمن القومي للدول من موجات التحريض التي تبث من جماعات التطرف والإرهاب عبر الفضاء الإلكتروني. ثانيا أو ثالثا، حماية أواصر المجتمع من موجات التحريض والكراهية والعنصرية ضد بعض فئات المجتمع الواحد وكراهية الأجانب. أخيرا، التكليف العملي للطلاب. طبعا المحاضرة السابقة تم تكليف الطلاب بالبحث عن نماذج قضائية لصورة الاحتيال الإلكتروني كأحد صور السلوك الإجرامي الذي يرتكب عبر الوسائل الإلكترونية. النهاردة إن شاء الله المطلوب في التكليف العملي للطلاب البحث عن عدد 3 نماذج قضائية للتحريض الإلكتروني بين عدة ولايات قضائية متعددة، على أن يكون هناك نموذج من بين الـ3 نماذج المطلوبة من الطلاب تكون ضمن التشريع المحلي الوطني لكل طالب، طبعا مع التنبيه والاهتمام بوضع التوثيق العلمي من خلال بيان المحكمة الصادر عنها الحكم القضائي وتاريخ وسنة الحكم. طبعا احنا ان شاء الله احنا كنا اتكلمنا على ان التكليف العملي للطلاب هيكون عليه 25 درجة، يعني احتمال كبير في ظل عدم حضور الطلاب سوف ندرس رفع درجات التكليف العملي للطلاب من 25 ممكن توصل ل 35، بحيث ان احنا ممكن نعوض عدم حضور الطلاب محاضرات اونلاين او صعوبة وجود بعض الطلاب صعوبة في التواصل عبر زوم. فان شاء الله مع المحاضرة القادمة او المحاضرات القادمة سوف ندرس رفع درجات التكليف العملي للطلاب حتى يمكن تعويض عدم حضور بعض الطلاب للمحاضرات اونلاين. وبالتوفيق، وكده إن شاء الله يكون انتهينا من المحاضرة الخامسة من المقرر الدراسي السلوك الإجرامي في ضوء التقنيات الحديثة مرحلة الماجستير بكلية الحقوق والقانون جامعة الزيتونة الدولية، وكانت بعنوان التحريض الإلكتروني. هو موضوع شيق وكويس، وكان موضوع خفيف، المادة العلمية بتاعته خفيفة جدا ومش دسمة. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.